أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست تساؤل بعنوان الملل بين الحاجة والترف. لا شك أن الغاية من قصر هذه الحياة هي ألا تكون مملة، ذلك أن الحياة هي أيضا عمل فني من أعمال الخالق، صاغها صيغة نهائية كاملة كقصيدة من قصائد بوشكين. إن الإيجاز أول شروط الفن، ولكن الذين لا يشعرون بالملل يجب أن يتاح لهم أن يعيشوا مدة أطول. من رواية المراهق لديوستوفسكي. ماذا لو أننا كجنس بشري لا يتملكنا الفضول نحو الأشياء؟ ماذا لو أن لا شيء يدهشنا؟ ماذا لو أننا لا نمل؟ لابد أن أحد الدوافع الرئيسة لدحرجة عجلة تطور نوع كالجنس البشري ليصل إلى هذه المرحلة من الذكاء كان الملل. فالملل حسب علم النفس التطوري هو وقود الفضول للبحث عن خبرات جديدة أو اكتساب مهارات تساعد على التكيف مع الصعوبات التي كنا قد واجهناها في أزمنة سابقة. إذن كلما كان الإنسان مالا، كلما كان أكثر خبرة، كلما أصبح أكثر قدرة على التعامل مع التهديدات التي كانت تواجهه، بالتالي يعزز كل هذا من فرص البقاء. لذا لو اقتنع الإنسان القديم بالمقولة الشائعة الآن القناعة كنز لا يفنى، لكان في عداد الكائنات المنقرضة. بصورة أبسط، الملل تماما كالعطش كالجوع حافزان للبحث عن الماء والطعام، من يستطيع أن يتغلب عليهما ستكون الحياة من نصيبه. أما العلاقة بين الملل والعاطفة فهي علاقة عكسية تماما، فمن المعروف أن العواطف تتلاشى مع مرور الوقت، كالسعادة بعد تحقيق الهدف، الغضب عند فشلك في تحقيق الهدف، أما القلق فمن التهديدات التي تحول دون الهدف، والحزن عند خسارة الهدف. كل هذه العواطف تصبح أقل حدة مع الوقت، مما يفسح المجال أمام الملل ليرسل الإشارة التي تحفزك على الانتقال لأهداف أخرى. على سبيل المثال، تأمل تجربة السعادة بعد تحقيق الهدف. اعتمادا على مدى أهمية الهدف، قد يقضي المرء وقتا قصيرا عندما يهدي بالونا مثلا، أو وقتا طويلا على سبيل المثال بعد الزواج من رفيقة روحه، مستمتعا بالسعادة الناتجة عن تحقيق هذا الهدف. ولكن حتى الاستجابات العاطفية للأحداث المهمة هي قصيرة العمر، وتقل الشدة العاطفية مع الوقت، لذلك لن تستمر حالة السعادة إلى ما لا نهاية. بعد شهر العسل في نهاية المطاف ستختفي شدة السعادة، وسيبدأ الضجر من الاستلقاء والتواصل مع شخص واحد، وستأخذ بتحديد أهداف أخرى، على سبيل المثال العودة إلى العمل. حتى تجارب الخوف الشديد التي يسببها تهديد محتمل للحياة يمكن أن تتلاشى مع استمرار التهديد، مما يحيل الانتباه إلى مخاوف أخرى. لنأخذ على سبيل المثال لاعب القفز المظلي الذي يشعر في البداية بالخوف المخدر للعقل عندما يبدأ في السقوط، وبعد تكراره للقفزات قد تصبح التجربة أقل إثارة، ويبدأ في ملاحظة أشياء أخرى تحيط به. نظرا لأن العواطف جزء لا يتجزأ من السعي وراء الهدف، فلن يكون هناك دافع لمتابعة أهداف جديدة إذا لم تتلاشى العواطف بمرور الوقت. يبدو أنه لفرط تقدم الإنسان أصبحت الحياة أكثر محدودية في إدهاشنا، لذا فإنه أصبح من الصعوبة قتل الملل، وبات له مخاطر أكثر من السابق. وفي إحدى التجارب
ترك فريق بحثي أفراد عينة البحث بمفردهم لمدة 15 دقيقة بداخل غرفة يوجد بها زر يمكن أن يؤدي الضغط عليه إلى إصابة من يقوم بذلك بصدمة كهربائية في الكاحل. في حقيقة الأمر اختار العديد من أفراد العينة أن يصيبوا أنفسهم بدفقة من الألم لفترة وجيزة، نظرا لأن ذلك كان على ما يبدو السبيل الوحيد لكسر حدة الملل والرتابة. وربما كان البحث عن مهرب هو كذلك ما يفسر أسباب لجوء الأشخاص الذين يشعرون بالسأم أو الضجر إلى القيام بسلوكيات غير صحية. يعتقد كيميائيا أن من يصابون بالضجر هم يحتاجون إلى رفع مستوى الدوبامين في الدماغ بعد انخفاضه لمستويات مرتبطة بذلك الشعور. لذا فإن مرضا عضويا كنقص مستقبلات الدوبامين بالدماغ قد يكون أحد أهم أعراضه هو الضجر، وهذا ما يراه بعض علماء النفس مجرد مبالغة. وهنا تساؤل أخير، هل ما زال الإنسان يحتاج إلى الملل؟ أم أنه أصبح ترفا نمارسه عند رمي سنانيرنا نحو البحر لنظفر بصيد لا يكلفنا سوى ملل انتظاره؟ وتذكر دائما أن الغاية من قصر الحياة هي ألا تكون مملة كما قال دوستويفسكي. شكرا لوقتكم. المصادر مرفقة في وصف الحلقة، وإلى اللقاء.